السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة إن شاء الله هيكون بخصوص الفيسبوك. هنتعلم مع بعض إزاي تأمن الأكونت بتاعك عشان ما يتسرقش أو ما يتعملوش اختراق. هنعرف أول حاجة مع بعض إيه سبب إن الأكونت بتاعك بيحصل له اختراق، وبعد كده هنتعلم مع بعض إزاي تأمن الأكونت بتاعك. أول حاجة عشان نعرف ليه الأكونت بتاعك بيتسرق، فاحنا هنبص على العشر أسباب دول أو هنركز فيهم كده. العشر أسباب دول هنلاقيهم إن هما فعلا يعني معظمنا بيكون سبب في ان هو يعني بيستخدمه، فبيكون سبب ان الاكونت بتاعه يحصل له عمليه اختراق. اول حاجه رقم واحد، الصفحات المزوره. ايه هي الصفحات المزوره؟ كتير من هنا هو بيعمل شات مع اصحابه، واحد صاحبه بعت له لينك يقول له شوف مثلا الصوره دي او الفيديو ده وهيعجبك، او مثلا مش عارف يعني سامحوني في اللي هقوله، مثلا فضيحه الممثله الفلانيه، او مثلا صور مش عارف حاجات كده يعني احنا عارفينها على الفيس بنشوفها كتير. فيجي يفتح صاحبنا اللينك دوت يلاقي نفسه طلب منه الباسورد واليوزر نيم بتوعه، فيدخلهم فيقول له شكرا ان الاكونت بتاعك اتعمل له لوك اتقفل كده. الاكونت الباسورد والايميل اتبعته للي بعت له اللينك، يعني اتبعت للمخترق او للهاكرز نفسه، فبالتالي بقى معاه كل معلومات الحساب. ده بالنسبه للصفحات المزوره. في برضه حاجه تانية في الصفحات المزوره، ان انت ممكن يعني حد يبعت لك لينك مثلا، يعني احنا متعودين ان لينك الفيسبوك بيبقى www.facebook.com. في ممكن واحد يبعت لك لينك هتلاقيه مثلا www. مثلا فيسبوك بي مثلا دوت كوم. طب بص الفرق بين ده وبين ده، ده فيسبوك دوت كوم ده الموقع اللي احنا عارفينه بندخل عليه. طب ايه فيسبوك بي سي؟ طبعا انت لو بعت لك الموقع ده على الشات انت بتبص على www.facebook.com، خلاص انت كده متاكد ومقتنع تماما ان اللينك بتاعك ده سليم مفيش فيه اي مشاكل. لا، ما انت لازم قبل ما تفتح اي لينك لازم تكون شايف العنوان بتاعه اذا كان فيه اضافات زياده او لا. طبعا يعني انا بتمنى الناس كلها تركز في النقطه دي، لان هي النقطه دي اغلب الناس بتقع فيها كتير. طبعا كتير مننا بيعمل شات وبيبعت له لينكات وبيكون سبب في ان الاكونت بتاعه يتسرق. ده بالنسبه لاول نقطه اللي هي الصفحات المزوره. تاني حاجه التطبيقات الخبيثه. كتير مننا بيخش على الفيس بيقعد يلعب جيمز وبيخش على برامج وحمايه الاكونت ومش عارف ايه، وشوف مين فاتح، مين زار بروفايلك، ومين فاتح اوفلاين ومين فاتح اونلاين. طبعا مفيش حاجه اسمها شوف مين زار بروفايلك، الكلام ده ممنوع طبعا، يعني مش موجود اصلا على الفيس، ولو الفيس عملها اعتقد ان الدنيا هتبوظ خالص، يعني مش ميزه، مش هتكون ميزه في الموقع. فبتقعد انت تدور على الفيس وعلى النت وبتاع، وبتقعد تدور وفي الاخر تدخل على اي موقع يقوم هاتيلك يقول لك مثلا ادخل هنا عشان تعرف مين زار بروفايلك. بمجرد دخولك او تضغط لينك او كليك على التطبيق نفسه بيتم ارسال ملف على الجهاز بتاعك انت مش بتاخد بالك منه. الملف ده بيراقب كل تحركاتك على الفيسبوك وعلى الجهاز بتاعك عموما، لكن هدف المخترق في الاول وفي الاخر ان هو بياخد منك الباسورد والايميل. ده بالنسبه للتطبيقات الخبيثه. النقطه رقم 3، نسيان الاكونت مفتوح. انت مثلا بتروح اي مكان بتفتح الفيسبوك بتاعك، سواء من سايبر، من عند واحد صاحبك، من عند قرايبك، ممكن تفتحه من الشغل بتاعك، من الجامعه، بتمشي وتسيب الاكونت بتاعك مفتوح. ده طبعا بيبقى فرصه لاي حد ان هو يغير معلومات الحساب وبالتالي الحساب يتسرق منك. نقطة رقم 4، وهي كتابة معلومات عن الأكونت في الأباوت. الأباوت اللي احنا طبعا عارفينه بتاع الفيسبوك، ان انت بيبقى مثلا كاتب الايميل بتاعك ورقم تليفونك والجندر بتاعك والكلام ده كله. فانا انصح كل الناس ان هو ما يكتبش اي ايميل خاص بالفيسبوك على الأكونت نفسه، بحيث ان لو حد غريب دخل يفتش عنده في الأباوت ما يشوفش الايميل بتاعه. لان لو مخترق هدفه، مخترق الهدف الاول والاخير بالنسبة له هو ان هو ياخد الايميل، الباسورد عملية سهلة جدا ان هو يجيبها بأي طريقة، لو عايز يجيبه هيجيبه. فانصح الناس ان هو ما يكتبش اي معلومات عن الاكونت بتاعته الاكونت بتاعه في الاباوت. النقطه رقم 5، الكي لوجر. الكي لوجر دوت نوع من انواع الاختراقات او نوع من انواع البرامج الخبيثه، بتنزل لك من غير ما انت تحس على الجهاز بتاعك عن طريق اي موقع انت بتدخل عليه، ممكن يبعت لك كي لوجر على الجهاز بتاعك. طب الكي لوجر ده بيعمل ايه؟ الكي لوجر ده بيسجل كل حاجه انت كتبتها على الجهاز. بمجرد فتحك لموقع الفيسبوك وكتابه الايميل والباسورد هو بيبدا يسجل كل حاجه انت كتبتها وبيبعتها للهاكرز اللي هو عايز يعرف عنك معلومات. طبعا الكي لوجر من اخطر انواع الفيروسات ومن اخطر انواع الهاكر اللي ممكن يستخدمها المخترق في سرقه حساب الفيسبوك. عشان كده انصح الناس برضه ان هو باستمرار ما يدخلش على اي مواقع غير اما يكون مواقع موثوق فيها
ويعمل سكان على الجهاز بتاعه مثلا كل كام يوم كده، يعمل سكان برضه عشان يتأكد ان الجهاز بتاعه نضيف. النقطة رقم 6 هي ترك الباسورد مع شخص آخر. كتير مننا برضه بيأمن لناس بيقول له خلي معاك الباسورد مثلا، افتح انت، اتصرف انت، اعمل انت مش عارف ايه، حاجات من دي. فلو اخوك نفسه طلب الباسورد ما تدهوش الباسورد. يعني انا بنبه على الناس، ولو اخوك نفسه طلب الباسورد ما تدهوش الباسورد، لان في اي لحظه ممكن يغدر بيك. ممكن هو يفتح الاكونت في مكان تاني وينساه، ممكن يفتح الاكونت في حد غريب قاعد جنبه يلقط الباسورد منه، فخلاص كده انت الباسورد بتاعك سلام عليكم باظ، مش هينفع ان انت تدخل على الاكونت بتاعك تاني. النقطه رقم 7 هي الدخول الى مواقع خاصه بالهاكر. دخول على مواقع خاصه بالهاكر ممكن تكون انت بتعمل سيرش على النت في جوجل، ومثلا بتدور على فيلم معين او لعبه معينه، وتدخل على مواقع كتير بيقول لك عشان تقدر تحمل دوس لايك هنا، او مثلا سجل دخولك بالفيسبوك. طبعا بمجرد ان انت تدوس لايك، هي شوف مفيش فيها حاجه، هي دوسه واحده انت بتدوسها، لكن الدوسه دي بتسبب لك مشاكل كتير جدا على الكمبيوتر الشخصي بتاعك وعلى الاكونت من غير ما انت تحس. فيا ريت برضو الناس لما تيجي تعمل سيرش تعمل سيرش على مواقع مضمونه وموثوق فيها. النقطه رقم 8 هي البحث عن طريق ايجاد اصدقاء. ايه طريقه ايجاد اصدقاء؟ كتير مننا بيبقى عامل فيسبوك جديد وعايز يضيف عنده ناس كتيره، ما يهمهوش بقى يعرفهم ما يعرفهمش، المهم ان هو يضيف ناس عنده خلاص. فبيبدا يكتب في جوجل مثلا انا مثلا طريقه اضافه اكتر من 1000 صديق او 500 صديق مثلا في خلال ساعه او ساعتين. طبعا كتير مننا بيشوف فيديوهات وموضوعات على مدونات كتيره بسبب الموضوع ده، ناس كتير الاكونتات بتاعتها اتسرقت. فانت ما يكونش هدفك الاول والاخير على الفيس ان انت تضيف صحاب، انت ممكن تضيف 10 بس او 5، هم دول اللي انت بتستفيد منهم خلاص، مش مهم، مش لازم بقى يكون عندك 1000 او 2000 زي ما احنا بنسمع او بنشوف. رقم 9 السايت جاكينج. سايت جاكينج دوت بتبقى اضافات الفايرفوكس والجوجل كروم والاوبرا وكل المتصفحات، الاضافات اللي هي الاكستنشن، بيقول لك مثلا ضيف الاضافه الفلانيه عشان مثلا تغير شكل الفيسبوك، ضيف مثلا الاضافه الفلانيه عشان مثلا تعرف مين زار بروفايلك. كل ده بيساعد الهاكر او المخترق ان هو يعرف معلومات عن الحساب بتاعك. طبعا هو لو وصل لملفات الكوكيز اللي بتنزل عندك في الجهاز كده، هو وصل للباسورد بتاعك، وبالتالي هيبدا يفتح الاكونت ويغير الباسورد بتاعك كمان. فيا ريت ما تضيفش اي اضافات غير اما تكون برضو واثق فيها. النقطه رقم 10 والاخيره هي عن طريق الهواتف. ناس كتير قوي بتفتح الفيسبوك بتاعها عن طريق التليفون الموبايل بتاعها او محمول سواء اندرويد ايفون تليفون عادي، بيفتح وبيبقى ما عندوش اي خلفيه ان اسهل ما يمكن يعني بالنسبه للمخترق هو سرقه الاكونت عن طريق الهاتف المحمول، يعني دي اسهل حاجه جدا بالنسبه له طبعا. فيا ريت الناس لما تفتح من الموبايل بتاعها الاكونت، يا ريت تفتح من تطبيق الفيسبوك نفسه، ما يدخلش على الستور بتاع الموبايل او يدخل على مواقع معينه، يحمل برامج شات ويحاول يفتح منها الاكونت، لان ده بيساعد المخترق على سهوله الحصول على الباسورد. ده 10 نقط مهمين جدا، فيعني ريت الناس تكون يعني فهمت منهم حتى ولو نقطه واحده، وانا طبعا كده كده هحطهم لك برضو تحت الفيديو عشان تقدر تراجعهم في اي وقت. هنروح دلوقتي للنقطة التانية وهي طريقة تأمين الأكاونت أو حماية الأكاونت. طبعا بجانب إنك هتعمل عكس العشر نقط دول، يعني كل نقطة هتعمل عكسها، في طريقة برضو تانية من موقع الفيسبوك بيقدمها لنا، هي خدمة في الفيسبوك عن طريقها محدش يقدر يفتح الأكاونت بتاعك غيرك أنت بنفسك. طب إيه هي الطريقة دي؟ قبل ما أروح أوريكم الطريقة دي بتتعمل إزاي، في برضو حاجة عايز أنبه عليها، وهي انك مش معنى انك هتعمل تأمين للفيسبوك بتاعك او هتعمل له حماية ان هو مش هيتسرق، لا، ممكن بكل بساطة انت تعمل تأمين او حماية للفيسبوك بتاعك وتقع في اي نقطة من نقط العشرة دول يبوظ لك كل اللي انت عملته، فبالتالي الاكونت برضو بتاعك هيتسرق. فهنروح مثلا على الاكونت بتاعي على الفيسبوك، وهندخل على اكونت سيتنج. من اكونت سيتنج هنختار حاجة اسمها سيكيورتي. هنا طبعا لازم تتاكد ان سكيور براوزنج، هنا اول حاجه لازم تكون معمل لها انيبل، حاطط صح على المربع ده وعامل له سيف، تمام. بعد كده اللوجن نوتيفيكيشن ده لازم تحط صح هنا وصح هنا، ده هيخلي ان كل من الاكونت بتاعك هيتفتح من اي مكان غير الجهاز بتاعك هيبعت لك رساله على الموبايل يقول لك ان الاكونت اتفتح في الوقت الفلاني في مدينه الفلانيه وهكذا. فانت هتحط صح على المربعين دول وهتعمل سيف. طبعا انا مظبط كل الكلام ده عشان كده مش هقدر اعمل تاني، فانا بس بوريك الخطوات. بالنسبه للوجن بروفايلز دوت هتفتحه برده وهتحط صح على المربع ده، تمام. وكل ما هتيجي تفتح الاكونت بتاعك من جهاز غريب هيبعت لك كود عشان تفتح بيه، هيبعت لك كود في رساله كده على الموبايل بتاعك، هو بيطلب رقم تليفونك زي ما انتم شايفين انا حاطه اهو. كل ما تفتح الاكونت من جهاز غير جهازك هيبعت لك كود عشان تفتح بيه الاكونت. فطبعا لو الهاكر حاول ان هو يفتح الاكونت بتاعك
من جهاز غير الجهاز اللي انت بتستخدمه، هيبعت لك الكود على الموبايل، في ساعتها هتعرف ان في حد حاول يفتح الفيسبوك بتاعك، فتبقى مطمن ما تخافش، هو كده كده خلاص طالما وصل للمرحلة دي مش هيقدر ان هو يفتح الاكونت. برضو في حاجة هنا، في الاكتيف سيشنز دوت بيدي لك يعني الاماكن اللي اتفتح منها الاكونت بتاعك، تمام، بالتاريخ والوقت وكل حاجة. لو انت لقيت هنا في خلال الحاجات دي حاجة غريبة بالنسبة لك او حاجة انت ما عملتهاش، يعني انا فعلا كنت فاتح من ويندوز 8 ويندوز 7 ويندوز اكس بي، لو انت لقيت توقيت معين او مدينة غريبة موجودة، في ساعتها هتيجي تعمل اند اكتيفيتي، هتدوس على ديت، هيتم ايقاف نشاط الاكونت من الجهاز اللي مفتوح عليه عشان يتم غلقه، تمام. هنا برضو في الكود جنريتور دوت، ده يعني ملهوش لازمة، خليه كده ما نجيش جنبه، ملهوش دعوة بأي حاجة. بالنسبة للاب باسوردز دوت، هتخش عليها برضو مفيش فيها حاجة، يعني مش مفيدة قوي. انت اهم حاجة عندك السكيور براوزنج واللوجن نوتيفيكيشن واللوجن بروفايلز، تمام، والاكتيف سيشن. هتخش برضو على كلمة ابس اللي هنا، وهتشوف اي تطبيقات انت مش بتستخدمها وتبدأ تمسحها. هتمسحها ازاي؟ انا مثلا مش بستخدم التطبيق ده، فهاجي هنا على علامة الاكس دي، ادوس عليها كده وهحط صح على ديليت اول وهعمل ريموف، تمام، وهنا برضو علامة الاكس وهحط علامة صح على مربع وهدوس ريموف، تمام، وهكذا. طبعا انت بتشيل كل الحاجات اللي انت مش بتستخدمها او شاكك فيها، وزي ما قلت يعني ما تخليش حاجة عندك انت مش بتستخدمها خلاص. في العاب كتير وفي تطبيقات كتير انت بتبقى ضايفها عندك مش بتبقى واخد بالك منها. ده كده بالنسبة لتأمين الأكاونت الفيسبوك. دلوقتي هنعمل تجربة عملية مع بعض عشان تتأكد إن الفيسبوك لو جيت تفتحه من جهاز غير جهازك هيطلب منك كود هو هيبعتولك على الموبايل بتاعك. طبعا يعني أنا عشان مسجل على الفايرفوكس اللي أنا فاتح منه، فبالتالي بينزل كوكيز من الموقع فبيسجل معلومات الحساب بتاعتي، فأنا لو فتحت دلوقتي قفلت دلوقتي الأكاونت بتاعي وفتحته من فايرفوكس هيفتح عادي، مش هيطلب مني أي كود. ليه؟ لان انا مسجل وفاتح بيه قبل كده، يعني الكوكيز متسجله على الفايرفوكس، فانا هقفله وهروح افتح من اي متصفح تاني ما فتحتش منه قبل كده. هفتح مثلا من الانترنت اكسبلورر، هدخل على الفيسبوك، تمام. طبعا انا اول مره افتح من الانترنت اكسبلورر فهيطلب مني كود. طبعا هكتب هنا برضو الاكاونت بتاعي، الايميل، تمام، وهدخل الباسورد، اسف، هدخل الباسورد هنا وهدوس على لوجن، زي ما انتم شايفين هنا قال لي انتر سكيورتي كود تو كونتينيو، يعني دخل الكود اللي اللي اتبعت لك على الموبايل حالا عشان تقدر تفتح. طبعا لو انت ما وصلكش كود او الفيسبوك ما بعتلكش رساله، هتيجي تدوس على هافينج ترابل وهتعمل سيند مي تكست مسج، ابعت لي رساله بالكود، يا اما هتعمل مثلا اي دونت هاف ماي فون، معيش تليفون مثلا، او لو قابلت، يعني لو ده في حاله ان قابلتك اي مشكله. طيب لو انت عملت الاختيارات دي كلها وبرضه الفيسبوك ما بعتلكش كود، هتعمل ايه؟ هتكتب او يعني هتبقى تمسك الموبايل بتاعك وتبعت رساله فيها حرف الاف لرقم 2365 2365، وتبعت فيها حرف الاف، هيبعت لك الكود على طول. طبعا انا الكود بتاعي اتبعت من غير اي مشاكل يعني حاليا على الموبايل بتاعي، فهبدا افتح الرساله على الموبايل وادخل الكود اللي الفيسبوك بعتولي اللي هو هيبقى 22 6 8 8 2. طبعا الكود ده مش ثابت، انا الفيسبوك بيبعت كل مره كود مختلف، انا لو قفلت وفتحت من جديد هيبعت لي كود غير دوت، فما تعتمدش على كود واحد لانه مش هيفتح معاك. بعد ما دخلت الكود هدوس على كونتينيو، وبعدين هدوس على سيف براوزر عشان اسيف المتصفح اللي انا بفتح منه. خلاص الفيسبوك هيفتح بشكل طبيعي من غير اي مشاكل. طبعا انت كل مره بتفتح فيها من جهاز مختلف غير جهازك بيديك الخطوه ديت، اهو زي ما انتم شايفين فتح من غير اي مشاكل. اي حد هيحاول يفتح الاكونت بتاعك من اي جهاز غير جهازك هيديله ان هو لازم يدخل الكود، فانت اي وقت يوصلك الكود ده وانت بعيد عن الجهاز بتاعك او قافل الاكونت بتاعك، تعرف ان في حد حاول يفتحه لكن معرفش. ده كان موضوع النهارده بالنسبه لتامين حساب الفيسبوك.
ما تنساش العشر نقط دول مهمين جدا، لازم تكون واخد بالك منهم كويس جدا، وتكون عارف ازاي تأمن الحساب بتاعك زي ما قلنا من اكونت سيتنج ومن التاب بتاع سيكيورتي. يا رب الناس تكون استفادت، ولو حد عنده اي مشكلة يقدر يسألني وتحت امركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.